انا اسالكم سؤال، مين اغلى بني ادم عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. انا بسالكم، من اصدقائه؟ من اصدقائه ولا من اهله؟ من على لو قلنا على الاطلاق، مين احب بني ادم، اغلى واحد عند النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيده خديجه، سيده فاطمه الزهراء. خديجه دي زوجته، امنا خديجه. تبقى فاطمه الزهراء بنته. سيدتنا فاطمه الزهراء تعبت قوي، كان عندها ازمه اقتصاديه في بيتها شديده جدا. وسيده عائشه. وسيدنا علي قال لها بصي يا فاطمه، احنا مش لاقيين ناكل في البيت، فبلغني انه قد جاء لرسول الله بعض الغنائم، فروح لسيدنا النبي يدينا حاجه. فدخلت فاطمه. فاطمه كانت اذا اقبلت على رسول الله عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم، اقبلت بمشيه لا تخطئ مشيه ابيها، كانت نسخه في مشيتها من سيدنا النبي عليه السلام. فكان اذا راها قام اليها وقبلها بين عينيها واجلسها محلها. تعالي يا حبيبتي اقعدي مكاني، ويقعدها مكانه. بحبها جدا فاطمه الزهراء. فجت عملت كده، سلمت عليه، اتفضلي اقعدي مكاني. قال ما الخبر يا فاطمه، خير؟ في حاجه؟ قالت له يا ابتي لقد اضر بنا الجوع، جعانين جدا، وعلمت انه قد جاءك بعض الغنائم. قال نعم، وقد بقي منها خمس شياه، خمس غنمات، وانا اخيرك بين امرين، اما ان تختاري الخمس شياه او تختاري خمس كلمات علمنيهن جبريل الان. ها ها، سيدنا جبريل نزل في هذا التوقيت يا شيخ رمضان؟ طبعا. النبي كان يبقى قاعد مع الصحابه وينزل الوحي. ها، تختاري خمس شياه ولا خمس كلمات علمنيهن جبريل الان؟ قالت الخمس كلمات يا ابتاه. قال يا فاطمه، اذا الم بك امر او نزلت بك نازله، لما تبقي في محنه، في كرب، في ابتلاء، في مشكله، في ضيق، اذا الم بك امر او نزلت بك نازله فقولي. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. تاني، اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. مشكلتك تتحل، وادعي بقى ربنا. خدت الخمس كلمات وروحت. من منتظرها في البيت؟ علي، سيدنا علي. راح اجيب الاكل، لا جابت الاكل ولا دخلت، قفلت الباب. قال ما الخبر يا فاطمه، خير؟ قالت ارسلتني للدنيا فجئتك بالاخره. فقال نعم ما جئت به يا فاطمه. فاي انسان مبتلى بنقول له ادعي ربنا سبحانه وتعالى واستغيث برحمة الله. وزي ما بنقول كده بالبلدي، يعني سهم الدعاء طالع وسهم القضاء نازل، فيعني لا يرد القدر الا الدعاء.